هذا الفوز هذه الوالدة أولا الأصدقاء والحمد لله على الفوز هذا فوز مفاجئ الصراحة فوز مفاجئ الحمد لله أمتي السادة الحمد لله هذا الفوز للشعب القطري والشعب المغربي الرحيم خويا الحمد لله على كل حاجة ربحنا وغنردو الصرف الأول لإسبانيا وبغينا الصرف الثاني نردوه للبرتغال وديما مغرب ديما مغرب وصحراء مغربية وديما مغرب الله يحفظك خويا السلام عليكم ديما مغرب أول حاجة وشكرا للطاقم التقني للمنتخب المغربي وشكرا للمنتخب كامل اللعابة بدلوا مجهود كبير صراحة كنحييهم عليه وكنشكروا قطر على التنظيم هذا على الاستاديوم اللي ما شاء الله على كل شيء وعلى حسن الضيافة ديالهم وشكرا بزاف وديما مغرب وشكرا جدا رائع ونحن كثير مبسوطين التشجيع كان فينومينال شيء خارج العادة يعني المشجعين والجو والأجواء رهيبة فبس كثير بحضوري والفريق المغربي أدى أداء رائع والجمهور ولع الماتش وإن شاء الله بالجيم الجاي بيكون أحسن وأحسن بعد أول حاجة شعور لا يوصف ما كاين شي واحد هنا اللي يقدر يعبر على هذه الفرحة هذه كي تعرفوا أول مرة غادي نتأهلوا لهذا الدور هذا اللي هو ربع النهائي دونك كل شيء كان فرحان وكل شيء وبون كوراج مازال إن شاء الله غادي نزيدوا النصف النهائي ولما لا النهائي دونك نتمناو الخير ان شاء الله علاش لا ديما مغرب ديما بشوف احسن شعور في العالم شيء احسن شعور في العالم اخويا وان شاء الله النصف تحيه والدراري تقاتلوا اليوم بمعنى الكلمه تحيه الركراكي كاين مدرب مغربي كفاءه مغربيه عطات جمهور انت كل شيء فرحان واخا عانينا وتحيه للجامعه المغربيه اللي فرقت التيكيتات وشدينا بزاف ديال الحوايج وتحيه وديما مغربيكم بصراحه والله العظيم اليوم الا تكرفصنا باش نشدوا هاد التيكي ولكن داك العناء وداك التعب والله ما مشى بها المنطوره والله العظيم زعما فرحونا مازال عاد نمشيو نبلبلوها في الشارع ونمشيو نسوق واقف انا عارفه اليوم في المغرب ما غيسكتوش ولكن حتى حنايا الصوت ديالنا تقعد نمشيو نتشارجو شي شويه اليوم الفينا تحيه مغربيه خويا لك خويا العزيز قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.